يكون العافية. الله يعافيك دكتور. طيب اليوم محاضرتنا عن الفيروسز والهيمولمفاتيك سيستم، التهاب الأمراض في الهيمولمفاتيك سيستم. هذه المجموعة من الفيروسز أهمها الهيربس باردي جروب. الهيربس زي ما بتعرفوا احنا يمكن شفنا سابقا مجموعة منهم، الهيربس 1 and 2، لكن الهربس جروب كومبوزد اوف 8 فيروسز كان كوز هيومن ديزيزز. اليوم راح نتحدث عن مجموعه منهم. هذه المجموعه ستراكشر اوف ذا هربس فيروس جنرالي كومبوزد اوف نيوكليو كابسيد tegument, envelope, and glycoprotein spikes. هذا الشكل العام للهيربس فيروس. أول فيروس تحدث عنه اليوم اللي هو الإبشتاين بار فيروس. وهذا الفيروس can cause wide range of diseases. أهمهم الانفكتشوس مونونيوكليوسس and بيركت لينفوما، أو نسميها الأفريكان بيركت لينفوما along with nasopharyngeal carcinoma. هذول هم أهم الأمراض اللي بتسببهم الإبشتاين بار فيروس، لكن can cause other diseases بشكل يعني أقل من هذول الثلاث. الإبشتاين بار فيروس يعتبر من الـ highly prevalent viruses، منتشر بكل المجتمعات تقريبا بنسب مرتفعة، وانتشار الفيروس هذا عادة بيزيد مع العمر، يعني كل ما زاد عمر الإنسان بصير فرصة الإصابة فيه بتكون أكبر. لذلك لو جينا عملنا مثلا سيرو بريفالنس على الإبشتاين بار فيروس في مجموعة عمرها 5 إلى 10 سنوات، راح نلاقي مثلا البريفالنس فيه بتكون متدنية، ممكن ما تزيد عن 20 إلى 40%. لكن لو عملناه في الأدلتس اللي هم الكبار السن راح يكون البريفالنس فيه عالي وبتزيد عن 90%. الفئات المستهدفة من هذا الفيروس بشكل رئيسي اللي بتعمل الأمراض هي المجموعات اللي أعمارها بين 1 to 6 years and 14 to 20 years. بهاي المجموعتين الإبشتاين بار فيروس بيحدث أمراض في الهيومن، لكن في المجموعات الأخرى اللي قلنا بتزيد عن 90% الفيروس موجود لكن without a disease، ما في clinical syndrome أو clinical picture في الناس اللي بيكون فيهم الـ zero prevalence positive. هذا الفيروس بتميز بأنه more than one serotype من الإبشتاين بار فيروس can infect the same person، وهذا اللي بنسميه co-infection، يعني ممكن يصاب بأكثر من one type، ممكن يصيبه type 1 2 3 أكثر من serotypes. طريقة انتشار المرض هي عن طريق الرذاذ في الصلايبة أو الكونتاكت عن طريق السلايفا. هذول الوسيلة انتشار المرض إذن عن طريق الكونتامينيتد سلايفا. أي واحد بصير عنده كونتاكت مع السلايفا of the patient with Epstein-Barr virus بنتقل هذا الفيروس لل between humans. الفيروس mainly تارجت للفيروس هاي هي الليمفوسايت، البي ليمفوسايت. البي ليمفوسايت
هي التارجت للإبشتان فيروس. هذا الفيروس بروح على البي لمفوسايت وبيعمل هايدينج انسايد ذا بي لمفوسايت، بمعنى انه بهاي الماكروفاج او عفوا في هذه البي لمفوسايت بيكون دورمنت ستيج، بدخل في دورمنت ستيج، بنتظر لحد الظروف المناسبه لانه يعمل فورمينانت وينتشر ويعمل ديزيز داخل البي لمفوسايت. الأمراض اللي تترافق مع الإبشتان فيروس بتكون على عدة أشكال. الشكل الأول اللي هي بتكون موجودة في البلد، وقلنا أنه أهم مرض بسبب الإبشتان فيروس هو الإميونو الإنفكشوس مونونيوكليوسس وهذا المرض إذا ما تشخص المريض وتعالج وكان عنده جهاز مناعي ضعيف، ما عنده قدرة على مقاومة الفيروس، لأنه مشكلة الفيرال انفكشنز أنه أحيانا الجسم بيقدرش يعمل إيراديكيشن للفيريميا الموجودة بالدم المريض، بالتالي بتسيطر على الفيسرا أو بتسيطر الفيروسز على الفيتال أورغنز في الهيومن، واللي هي الليفر والهارت والسنترال نيرفوس سيستم، هذول هم الأهداف الرئيسية للإبشتان فيروس. لذلك المريض راح يعاني من مريض الانفكشوس مونونيوكليوسس الكومبليكيشنز، المريض راح يعاني من هيباتايتس مايوكاردايتس اند مينينجوانسفالايتس. الاورجان الثاني اللي ممكن يصير فيه امراض بسبب الإبشتان بار فيروس هو الليمفويد او الليمفاتيك سيستم، وهذا الفيروس إذا دخل على الليمفاتيك سيستم ممكن يصير في عنا كومبليكيشنز مختلفة عن البلد، منها البيركت ليمفوما، نيزوفارينجيال كارسينوما، البوست ترانسبلانت ليمفو بروليتيف ديزيز اند اورال هيريس لوكوبليكيا. هذول الأمراض كلها عبارة عن كومبليكيشن لوجود الفيروس في الليمفاتيك سيستم. أول واحد منهم طبعاً تحدث على الأهم الأمراض اللي موجودة بسبب الإبشتان فيروس في الليمفاتيك سيستم. أولاً البيركت ليمفوما. البيركت ليمفوما قلنا هو يصنف أحياناً as malignant disease، مصنف as malignant disease وحتى يعالج كmalignant أو كتيومر، يعالج بالكيموثيرابي. الناس المصابين أو الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض هم قلنا الأطفال، والإنسيدنس لهذا البيركت ليمفوما تقريبا 8 إلى 10 لكل 100 ألف من البوبوليشن. الإشي المميز بالبيركت ليمفوما بنلاقي في أسوشيشن بين البيركت ليمفوما and ملاريا. كثير من الناس اللي بنصابوا بالبيركت ليمفوما بكونوا مصابين بالملاريا. هذه دراسات بتأكد العلاقة بين المرضين اللي هم at the same time بصيبوا نفس المريض. البيركت ليمفوما as a disease أكثر مكان بيظهر فيه الحالة المرضية هي في منطقة الفك ومنطقة حجرة العين، في الفكين وفي حجرة العين تظهر الأعراض المرضية. هلا راح نشوف هذه الحالة المرضية اللي بنسميها البيركت ليمفوما بمراحل متعددة. زي ما انتم شايفين هون تبدأ بمنطقة الجو ومنطقة الأوكيلر أوربتس. لكن الإشي الكويس بالبيركت ليمفوما أو الأدفانتج إنه هذا البروغنوسيس of this disease is very good، بمعنى إنه مع العلاج المريض بيرجع reversible، الديزيز reversible، الأعراض المرضية بتختفي
بشكل سريع within days المريض بيرجع شبه طبيعي. احنا شايفين الصورة هنا تطور البيكت لمفوما، هذه قبل العلاج، بعد 3 أيام من العلاج الأمور طورت بشكل كويس، بعد 6 أيام من العلاج تقريبا الوضع رجع almost normal. المرض الثاني اللي مسمين النيزوفرنجيال كارسينوما، وهذا أكثر إشي موجود في مناطق آسيا، هذا قلنا عبارة عن tumor of the squamous epithelial cells. لو جينا أخذنا هذه الخلايا squamous epithelial cells راح نلاقي إنه بالنيزوفرنجيال كارسينوما تقريبا كلهم 100% منهم راح يكون موجود فيهم DNA of the Epstein-Barr virus، وهذا دليل على أنه هو هذا المسبب الرئيسي للنيزوفرنجيال كارسينوما. بالنسبة للإنسيدنس، النيزوفرنجيال كارسينوما أقل نسبة الإصابة فيه، أقل بكثير من البيركت لنفوما اللي حدثنا عنها سابقا، اللي قلنا تقريبا الإنسيدنس فيها حوالي من 8 إلى 10 بالمئة ألف population. بهاي النيزوفرنجيال كارسينوما الانسيدنس بيكون very low، واللي هو تقريبا 1 بالـ100,000. طبعا هذا الفيروس زي ما تعرفوا الهيربس فيروسز in general هي من المجموعة اللي تعمل latent infection، يعني can hide. قلنا قبل شوي انه الفيروس بيدخل على البي لمفوسايت بيعمل دورمنت فيها، بيظلوا قاعد لحد ما يصير فيه مشكلة بالجهاز المناعي، بعدين بروليفريت بيطور نفسه وبيعمل الأعراض المرضية، وهذه يمكن حكينا أكثر من مثل عليها، قلنا سابقا إنه الألسرز اللي بتصير بالمنطقة الأورال كافيتي وسببها الهيربس، هذه الألسرز تظهر وبتختفي اعتمادا على الجهاز المناعي. لما بيكون الجهاز المناعي ضعيف بتفتح والفيروس بيطلع وبيعمل الأعراض المرضية، ولما بتكون الجهاز المناعي قوي بسكر والفيروس لكنه بيكون موجود دورم. النوع الثالث من المرض اللي بتسببه هذه الفيروسز اللي بنسميه البي سيل لمفوما، بي سيل لمفوما infected with Epstein-Barr virus، يعني البي سيلز، وهذه البي سيلز قلنا هي اصلا بتتطور في الجهاز المناعي من خلال الكنترول عليها من التي لمفوسايتس، يعني التي لمفوسايتس هي اللي بتعمل كنترول للبي لمفوسايتس، وهذه البي سيل لمفوسايت از ذا موست بريفالنت ان اميونوكومبرومايزد بيشنتس. البي سيل لمفوما الناس اللي بيكون عندهم الجهاز المناعي في مشكلة تنتشر عندهم البي سيل لمفوما. المرض المهم اللي حكينا عنه أول إشي ذكرناه كسبب من أسباب أو من الأعراض المرضية اللي بسببها الإبشتاين-بار فيروس هو الانفكشوس مونونيوكليوسس. هذا المرض رغم أنه يعني منتشر، لكن this is a self-limiting disease. Infectious mononucleosis في الغالب هو عبارة عن self-limiting viral infection، إلا إذا صار في عند المريض complication نتيجة ضعف الجهاز الحاد بالجهاز المناعي عند المريض، وين ساعتها بصير في عندنا involvement للvital organs للliver والspleen والheart. طيب يعني لو قلنا مثلا تبدا الاعراض المرضيه للانفكشوس مونونيوكليوسس تبدا ب انلارج ليمف نود ان ذا نيك، هاي راح نشوف شكل الانلارجمنت في الليمف نودز في منطقه الرقبه، سور ثروت، فيفر، راش، مايليز، ليثرجي، اكستريم تايردنس، هذه كلها اعراض بتصاحب الانفكشوس مونونيوكليوسس. لكن اذا قلنا انه صار
تطورت صار عنده complication للمريض بسبب ضعف الجهاز المناعي بصير involvement لل vital organs. من أهم الأعراض المصاحبة لل infectious mononucleosis هي وجود خلية بنسميها الداوني سيلز، وهذه تقريبا بتكون نسبتها عالية حوالي 20% من الخلايا الليمفوسايتس بتكون على شكل داوني سيلز. هذا الليمف نود في النك، enlargement of the lymph node in the neck. طبعا هذا العرض ممكن يكون له يعني similar enlargement، بعض الأمراض الأخرى بصير في enlargement من lymph node في، لكن احنا لما بدنا نعتمد على التشخيص ما معتمد على عرض واحد، نطلع على مجموعة من الأعراض اللي كلها بتدعم وجود infectious mononucleosis، منها الداوني cells. طيب تشخيص الانفكشوس مونونيوكليوسيس، اولا نقدر نستخدم السيرولوجي عن طريق السبيسيفيك اي جي ام بالانزيم امينو اسي، وهذا افيلبل. الفحص الثاني اللي بنسميه البول بانل تيست، وهذا بندور على الانتيبوديز للفيروس بدم المريض من خلال تعريضها ل الإريثروسايتس of sheep or horse. يعني إذا جبنا دم المريض وحطينا عليه sheep blood أو horse blood راح يصير في agglutination، لأنه في عنا antibody تتعرف على الانتيجين اللي موجود في هذه الخلايا RBCs للsheep والhorse وبتعمل agglutination. إذا صار agglutination معناته هذا دليل على وجود antibody للإبشتان بار فيروس في دم المريض. الفحص الثالث اللي بنعتمد فيه في التشخيص على الداوني سيلز، بلاد فيلم، حضر بلاد فيلم وبنشوف الخلايا اللي هون اللي بنسميها داوني سيلز. هذه دياجنوستيك للانفكشوس مونونيوكليوسيس. الطريقه الفحص السريع والسبيسيفيك هو المولكيولر بي سي ار. اذا عملنا دياجنوستيك بي سي ار افيلبل للانفكشوس مونونيوكليوسيس. طيب بالنسبه للعلاج، مشكله الفايرال انفكشنز بشكل عام علاجها مش متوفر، صعب انك تلاقي انتي فايرال يعمل إيراديكيشن الفيروسز من البلد، لكن هي بتعمل نيرسري. أهم شيء إنه إذا في حرارة، إذا في ألم، مسكنات الحرارة نخفضها، إذا في loss of fluid نعمل replacement. هي عبارة عن نيرسريز. طيب بالنسبة للحالة اللي قلنا بتتطور، إذا تطورت الأمور عند مريض الإبشتان بار فيروس صار عنده مثلا ليمفوما، ليمفوما انواع، طبعا انواع كثيره، بعضها بتكون سببها الابشتان بار فيروس تتحول الى ليمفوما، هذه بحاجه الى علاج كيماوي، يعني كيموثيرابي كانه تيومر، بنعالج الابشتان بار فيروس از تيومر ديزيز. طيب نيجي على الفيروس الثاني. الفيروس الثاني نسميه البارفو فيروس أو البي 19 فيروس. هذا طبعا يعتبر من الفيروسز اللي تم اكتشافها ريسنتلي، يعني من أواخر السبعينيات تم اكتشاف الفيروس. وهذا الفيروس في الغالب يعني بمر مرور الكرام بدون ما حدا يحس فيه، لكن أحيانا بيكون له أعراض مرضية فيتال، بتكون أمراض يعني قاتلة للإنسان، وخاصة عند بعض الحالات زي البريجننت وومن. إذا أهم
فيروس من مجموعة هاي اللي هم البارفو فيروس هو البي 19. البي 19 أهم فيروس بمجموعة البارفو فيروس. الأعراض المرضية اللي بيسببها هذا الفيروس acute self-limiting disease، هذا إشي قلنا أن الفيروس في الغالب بتكون جهاز المناعي إذا صار وضعه كويس ونشيط وcompetent بيتخلص من الفيروس بدون علاج. طريقة انتشار الفيروس زي ما شفنا سابقا كمان respiratory route، طريق contamination of the respiratory aerosols. الأعراض المرضية في الغالب asymptomatic، وإذا ظهر تظهر as يعني very simple fever headache malaise and rash. وهذه الفيروسز البي 19 تعطي تقريبا lifelong protective immunity، يعني لما الشخص يصاب فيها بصير عنده مناعة طويلة طويلة الأجل، ممكن forever. إذن الأعراض المرضية قلنا اللي بيسببها البارفوفيروس هي أعراض ممكن تكون بسيطة، ممكن تكون life threatening، الأعراض تختفي تماما لحالها، وأحيانا بتكون أعراض قاتلة. هذا طبعا بيعتمد على إيش؟ بيعتمد على الحالة المناعية للمريض، هل هو immune suppressed or immune competent. طيب شو هي الأمراض اللي مرتبطة بالB19 بارفوفيروس؟ أول حالة نسميها الفيث ديزيز أو أريثمي أنفكشن. النوع الثاني أو المرض الثاني الأرثروباثي، نان إميون هيدروسبيتاليس، ترانزيانت أبلاستيك كرايسيس and كرونيك بيور بلد سيل أبليجيا. هذول الخمس أمراض مرتبطين بال البارفوفيروس بي 19. نتحدث عنهم بشكل سريع زي ما حكينا، يعني الأعراض المرضية لكل حالة مرضية، وبالنهاية راح نشوف إنه هذول الأمراض زي ما حكينا سيلف ليميتنج، ممكن المريض ينصاب فيها ويعديها بدون مشاكل، وأحيانا بحاجة إلى مداخلة علاجية. أول حالة اللي هي الأريثما إنفكشن، وهذه المرض عادة بصير في بنتشر مدامه عن طريق الإيروسولز، فدائما العامل المهم بالموضوع هو الكونتاكت، الكلوز كونتاكت والكراودنس. إذا المناطق المكتظة اللي فيها عدد كبير من الناس بتكون هي الأكثر انتشار فيها البي 19، وهذه في الغالب بتكون في السكول إيج، يعني نيرسرز، مناطق الحضانات والمدارس المكتظة وما إلى ذلك. تبدأ الأعراض المرضية زي ما حكينا بشغلات بسيطة، فيفر، هيديك، الكرايزا، نوزيا، ديريا، هذه كلها تنتهي سيلف ليميتنج. واحد من الأعراض المهمة بهذا المرض اللي هي السلاب تشيك بسميها، وكأنه الواحد ما كله كف على وجهه. هذه الأعراض اللي شايفين الأعراض، هذا مهم لتمييز مرض الأريثميا إنفكشن. هذه من أعراض نفس المرض، في بكون ديفورميتيز، بكون راش على الجسم المريض، في ارتخاء بالعضلة. النوع الثاني أو المرض الثاني اللي مرتبط بالبي 19 هو الأرثروليجيا أو الأرثرايتس and or arthritis. يعني اثنين هذولا بكونوا مرتبطين مع بعض تقريبا بالبي 19 infection، ودائما في مس أندرستاندينج بينهم، هل هو acute arthritis ولا rheumatoid arthritis، هل هو rheumatism ولا acute arthritis. وهذا الحالة المرضية منتشرة بشكل أكبر في الفيميل من الميل،
الأدلت فيميل أكثر من الميل. الأعراض المرضية للبي 19 أرثروليجيا تختلط مع الأمراض المفاصل الأخرى، ولذلك مش من السهل إنه نشخصها إلا إذا عملنا دايجنوسيس للبي 19 للبارفوفيروس 19، تأكدنا إنه هو سبب المرض، لأنه اثنين راح يعطونا نفس الأعراض المرضية، وهذا اللي شايفينه واحد من الأعراض المرضية اللي بتصير بالأرثروليجيا بي 19. وهذه طبعا إذا بتشوف مريض مفاصل راح تلاقي نفس الأعراض المرضية تقريبا، وإذا عملنا روماتويد فاكتور تيست راح نلاقيه بوزيتيف في الحالتين. النوع الثالث أو المرض الثالث ترانزينت اي بلاستيك كرايسيس، وهذا بيكون تقريبا مرتبط بعملية الهيموليسيس، يعني المريض راح يعاني من أنيميا بشكل حاد وبحاجة إلى تعويض كميات الدم اللي بتكون عنده فقدها. طبعا بيعاني المريض من حالات من ألوان الجسم عنده أو جلده بيكون متلون، بصير عنده لون بيل، ومرات بيكون بروح باتجاه البراونس، ويكنس، لذرجي، and severe anemia. طبعا هنا احنا نتحدث على replacement of blood، بده blood transfusion. الانيميا immunocompromised hosts، كمان مرة الناس اللي بيكون عندهم immune compromised وبكون عندهم B19 هذولا معرضين انه يصير عندهم acute and chronic anemia، وبالتالي راح يصير عندهم hemolysis ويصير عندهم reticulocytopenic anemia، لانه reticulocytes لو عملنا لها تيست، عملنا blood film للreticulocyte وشفنا انه بكون عددهم قليل جدا، فبصير عندهم reticulocytopenia. نيجي للمرض الخامس اللي هو نن اميون هايدروبس فيتاليس. الهايدروبس فيتاليس اللي هو احتباس السوائل بجسم المريض او البيبي، وهذا بيظهر على شكل انتفاخ بالراس، انتفاخ بالبطن، السوائل الموجوده الجسم ما عم بتخلص منها. وبالحالات زي ما حكينا المراه الحامل هي اكثر عرضه للإصابة بالبي 19. إذا انصابت pregnant woman فممكن يكون يصير عند المريض عند الفيميل miscarriage أو intrauterine fetal death أو non-immune hydrops fetalis. هذول الثلاث احتمالات الموجودة عند الفيميل أو pregnant اللي مصابة بال B19 miscarriage, intrauterine fetal death أو non-immune hydrops fetalis. عشان هيك من كثير مهم إنه الفيميل اللي احتمالية أو تكون صصبتها بال B19 إنه نعملها فحص احترازي لل B19 سيرولوجي. يعني طيب بالنسبة لل non-immune hydrops fetalis قلنا أنه بكون الجسم المريض ما عنده قدرة على أنه يتخلص من السوائل الموجودة بالجسم، ولذلك بصير فيه عملية أديمة في الفيسرا and even the brain. من الأعراض المرضية المصاحبة لل hydrops fetalis liver swelling، skin color أو البيلور قلنا، وفي حالات اللي بتطور فيها حالات الهايدروبس فيتاليس بصير عند المريض مشاكل ب breathing problems, bruising, dermish bruise spots in the skin, skin rash, heart failure, severe anemia, severe jaundice and total body swelling. كل جسم البيبي بكون
منفخ زي هذا الشكل. طيب بالنسبة للمود والترانسميشن قلنا أنه انتشار الطريقة الأسرع في انتشار المرض أو الفيروسز هي respiratory tract droplets، هذه من أسرع وسائل انتشار الفيروسز، أو transfusion of blood يعني إذا واحد إذا مرأة حامل واحتاجت نقل دم ونقلنا لها وحدة دم مصابة من واحد مصاب بالبي 19، لأنه في الغالب حتى في بنك الدم لما بيأخذوا وحدات دم نقل عشان ينقلوها لمريض ما بيعملوا سيرفي لكل أنواع الفيروسز اللي ممكن تكون موجودة بالوحدة الدم، هم بيعملوا مينلي للأيدز والهيباتيتس، هدول الاثنين اللي هم يعتبروا يعني مصدر خطر بالنسبة للهيومن. أما زي البي 19 اللي هو هذا الفيروس ما حد بيعمله، ما حدا بيعطيه اهتمام، بس هو احتمال يكون موجود. إذا وسيلة الانتقال الثانية اللي هي blood transfusion أو transplacental، بنتقل زي ما قلنا عن طريق الأم المصابة. مين هم الفئات المستهدفة؟ كل الأعمار، لكن أكثر ناس صصبت بالفيرال انفكشن هذا هم المجموعة اللي بتكون في منطقة كراودد، في نيرسيريز، في سكول أو في المراكز العسكرية مثلا، في المراكسات العسكرية، الجنود اللي بيكونوا متقاربين. إذا كراودنس again ممكن ينصاب فيها البي 19، ممكن يصيب both immune compromised and immune competent، لكن الريسبونس أو الهيومن إميون ريسبونس بيختلف. إذا كان إميون كومبيتنت فبيقدر يتغلب على الفيروس وينتهي الموضوع. طيب أكثر فترة بنصاب فيها هذا الفيروس هو الشتاء المتأخر، آخر الشتاء بأول الربيع، هذه الفترة اللي بيكون فيه البيك بالبي 19. بالنسبة للبريفالنس الانسيدنس لهذا الفيروس تقريبا نسبته عالية، كثير من الناس مصابين فيه بدون أعراض، والبريفالنس الدراسات بتقول ما بين 40 إلى 50% من الناس مصابين أو بيحملوا هذا الفيروس. لكن في قلنا viral infections بدون أعراض، ما في أي شيء، ولذلك ممكن المريض ينصاب والفيروس وتخلص من الفيروس بدون مشاكل، أو حتى الفيروس اللي موجود hiding زي ما قلنا، لأنه هاي من طبيعتها الفيروسز المجموعة هاي إنها بتقدر تعمل hiding inside the lymphocyte. طريقة تشخيص السريعة الـ PCR هذا available للـ B19 وسهل وشارب sensitive. serological test specific IgM هذه بتقدر نحدد إنه هذا الفيروس أو الفيرال انفكشن is acute، يعني إذا عملنا IgM test ولقينا positive للـ B19 نعرف إنه هذا الـ B19 هو acute، يعني recently انصاب به المريض هذا، لأنه لو كان مصاب فيه سابقا من فترة طويلة يعني بظهر عنده الـ IgG وليس الـ IgM. من الوسائل اللي مستخدمة لتشخيص البي 19 هو وجود الانترا نيوكليير انكلوجين بوديز داخل الريد بلود سيل بريكورسرز، يعني تاخذ بون مارو تعمل سمير تعملها ستيننج، واذا لقيت
intranuclear inclusion اللي بنسميها inclusion bodies داخل ال RBC precursors بيكون هذا دليل على وجود الفيروس. أهم شيء زي ما حكيت برجع كمان مرة بكرر إنه هذا الفحص مهم جدا، مش مهم لكل الناس بس مهم للبريجننت pregnant women لازم نعملها الفحص البي 19 حتى نتأكد إنها free أو إذا كانت مصابة يكون عندنا تصور واضح حتى ما يصير في complications ويصير المريض ينتقل المرض للبيبي وممكن يصير عنده زي ما حكينا miscarriage أو يصير intrauterine hiatus fetalis. هذه liver tissue newborn dying with hiatus fetalis. طيب شو العلاج؟ العلاج قلنا فقط we address the symptoms، نسيطر على الأعراض المرضية، الحرارة، replacement of fluid. إذا صار عنده المريض إذا كان من الأعراض المرضية صار عنده أنيميا لازم نعمل له blood transfusion، أو حتى في بنساعد مرات بعض الحالات المرضية اللي بيكون عندهم مشكلة بالجهاز المناعي ما بينتجوا كميات كافية من الميونوغلوبولينز، نعطيهم passive immunity، نعطيهم ready made IgG. بالنسبة للتريتمنت قلنا إنه هذه الأمراض في معظمها is self-limiting، مش بحاجة لأي مداخلة علاجية، ما في specific treatment، كل اللي نعمله نعمل فقط زي ما حكينا address the symptoms. أهم من العلاج هي الحماية الوقاية، الوقاية إنه لازم نعمل interruption أو اللي هو مسميهم chain of infection interruption. We have to يعني نعمل break لل chain of infection. هلا من في دراسات على الفاكسين لأنواع مختلفة من هذه الأنواع من الفيروسز promising ممكن إنها تكون available وتحمي الناس من الهيربس فيروسز، مجموعة الهيربس فيروسز. هيك نكون خلصنا مجموعة الهيربس فيروسز، نشوفكم بكرة إن شاء الله بآخر محاضرة بالمايكروبيولوجي of the HLS. الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك دكتور. عافاك الله.